اتصل على الأرقام التالية. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام، برحب بكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الجديده النهارده من هذا الحصاد. دايما متعودين ان حصادنا بيبدا بمجموعه من الاخبار. هنستمع دلوقتي لرشا سلام وهي بتستعرض علينا هذه الاخبار سريعا، ونعود اليكم مره اخرى. وزير الزراعه يستقبل السفراء المصريين الجدد بدول افريقيا وامريكا الجنوبيه. استقبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من السفراء الجدد إلى مصر بالدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية لبحث سبل توطيد التعاون الزراعي بين مصر وهذه الدول. الطيب يوجه قيادات الأزهر بعد الانزلاق إلى الجدل بشأن الخطبة المكتوبة. أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف توجيهات لقيادات الأزهر بعدما تناول موضوع الخطبة المكتوبة بالتعليق اكتفاء بما أصدرته هيئة كبار العلماء بإجماع أعضائها، وهي الهيئة العلمية الكبرى في العالم الإسلامي، والتركيز على العمل الميداني للنهوض بالعمل الدعوي وتصحيح الفكر المغلوط بما يخدم المجتمع وقضاياه. وقال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان في تصريحات صحفية إن توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر جاءت بعد أن أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها فيما يتعلق بخطبة المكتوبة، وحتى لا يتخذ الموضوع ذريعة للإيقاع بين العلماء من قبل المتربصين والمغرضين وتعريضهم إلى التلاسن وهو ما لا يليق بمقامهم. وفد صيني يزور موانئ البحر الأحمر لبحث فرص الاستثمار. استقبل اليوم اللواء مهندس شريف أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وفدا من مجموعة شركة سينوماك الصينية وشركة جولدن بريدج، ضم كلا من نائب رئيس مجلس إدارة شركة سينوماك الصينية ومسؤول الشؤون القانونية للشركة ورئيس مجلس إدارة شركة جولدن بريدج والوكيل الحصري لشركة سينوماك، وذلك لمناقشة ما يمكن أن تقدمه الشركة من تطوير للموانئ المصرية وتجهيز آلية التطوير للموانئ وإنشاء الموانئ الفرعية وبحث فرص الاستثمار للمشروعات المطروحة بموانئ البحر الأحمر. مذكرة تفاهم بين التعليم والفنية العسكرية لتنفيذ مبادرة للطلبة المتفوقين. شهد الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ويمثلها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والكلية الفنية العسكرية، ويمثلها اللواء الدكتور مصطفى عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية. حملات استباقية لمحاصرة السحابة السوداء. شنت وزارة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مفاجئة على المناطق التي ظهرت بها السحابة السوداء خلال الأعوام الماضية، وذلك في 6 محافظات تحصد محصول الأرز خلال الأيام المقبلة، وهي كفر الشيخ، البحيرة الشرقية، الدقهلية، القليوبية والغربية، وذلك للتأكد من عدم نشوب أي حرائق بها تؤثر على موجات التلوث الحادة للهواء في فترات حرق قش الأرز.
هذا البرنامج برعايه